يقول: صليت يوما من الأيام صلاة الضحى في وقت النهي جاهلا، فهل صلاتي صحيحة أو يشرع لي قضاؤها؟ هذه نافلة، والنافلة لا تقضى. وأنت أخطأت في صلاتها في وقت النهي، يعني وقت شروق الشمس وزوغ الشمس، هذا وقت نهي قبل أن ترتفع، أخطأت في هذا، ولا شيء عليك إن شاء الله، ولا تعود لمثل هذا. نعم.